سؤالها الثاني تسأل عن آيات السحر، هل أنا ما أدري هل آيات السحر ورد في القرآن أم آيات فك والله السحر؟ هي اجتهاد طبعا من أهل نعم الاختصاص أو ممكن نقول أهل العلم، ما ورد فيها قصة السحرة مع موسى عليه الصلاة والسلام، نعم يعني كقول الله تعالى ما جئتم به السحر إن الله الله سيبطله إن سيبطل الله لا يصلح عمل المفسدين، كقول الله سبحانه وتعالى إنما صنعك ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ودي بعض الآيات. بعدين نعم عندك آية 102 سورة البقرة تبع ما تتلو الشياطين، على ملك سليمان آية الكرسي سيد آية القرآن، سيد آية القرآن، فاتحة الكتاب الإخلاص المعوذتين، هذه بعض ممكن الآيات الإنسان يقرأ أي ما تيسر من القرآن. كل القرآن كل شفاء، القرآن إن شاء الله ربنا جعل القرآن كله شفاء يعني ما في للناس. آيات معينة للرقية يا شيخ الكريم؟ لا هي في آيات، يعني زي ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة زي دي هي تخضع بالتجربة وليست بالدليل، ما هو الدليل إنه القرآن ده شفاء، نعم ده الدليل بالعموم، لكن بعد ذلك إذا إنسان مثلا جرب آية في أنها لها تأثير في علاج سحر أو في حل عقد أو في علاج مس أو في علاج عين أو كده، نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى قال دي تخضع للتجربة المسألة دي، يعني جيب سبحان إن الله. شاء الله أكرمك الله شيخ الكريم. طيبة لحياة طيبة.